إذن متابعينا الكرام، نمر مباشرة لملف نقاشنا الرئيسي للفترة الأخبارية. إذن سوف نتابع بيان الصحفي لوزارة السكن، البيان التوضيحي الذي نشرته بعدما حلت اللجنة التقنية المتكونة أساسا من خبراء وتقنيين من مصالح الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية والبناء STC من طرف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالغريبي لعين المكان. والتقرير أكد بعد المعاينة وبعد التحقيق أنه وجود تقطعات في بعض الأعمدة الداعمة للمبنى، بما في ذلك الحديد الصلب المكون لها باستخدام آلة حادة مخصصة لقطع الخرسانة والحديد. تقرير اللجنة أكد قيام أصحاب المحلات التجارية في الطابق الأرضي بتعديلات أثرت بشكل مباشر على سلامة الهيكل الأساسي، والتعديلات تسببت في انهيار المبنى من 4 طوابق. التقرير قال إن المبنى تم إخلاؤه مسبقا بعد اتخاذ القرار من طرف مصالح قطاع السكن والمصالح المحلية للولاية، وهذا بعد تلقي بلاغات من طرف سكان العمارة المعنية. وبناء على هذه المعطيات والحيثيات، اتخذت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة قرار يقضي برفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في المساس بأعمدة وهيكل العمارة، وهذا بهدف محاسبتهم قانونيا على التعديلات غير القانونية التي أجروها. الحادثة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقانون التي تنص على المنع التام من المساس بهيكل العمارات والأجزاء المشتركة لها ضمانا لسلامة الأرواح والممتلكات. أرحب بضيفي الكريم هاتفيا لأناقش معه الإجراء القانوني الذي تعمل عليه، الخطوة التي عكفت عليها الوزارة السكن والعمران والمدينة بعد نتائج التحقيقات الأولية حول انهيار العمارة بولاية بشار. الأستاذ أمين بن كراودة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مساءك سعيد. مساءك سعيد وأهلا بالمشاهد الكريم. أهلا بك أستاذ أمين. إذن في سياق البيان والتقرير الأولي لوزارة السكن، قال إن تأكد أنه في الطابق الأرضي فيه تعديلات فعلا أثرت بشكل مباشر على سلامة الهيكل وتسببت في انهيار المبنى المكون من 4 طوابق، وعلى إثر وبناء على المعطيات والحيثيات الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد كل من تسبب في المساس بالأعمدة وهياكل العمارة. برأيك أي إجراء أو أي سبيل سوف تنتهجه وزارة السكن لمحاسبة المحاسبة القانونية لكل من قام بهذه التعديلات الغير قانونية؟ هي حقيقة وزارة العدل سبق لها وأن أودعت شكوى ضد مجهول عند مجرد انهيار العمارة، يعني أن الإجراءات بدأت من طرف وزارة العدل، لكن الشيء المختلف الآن أنه الشكوى كان ضد مجهول، الآن من خلال تحريات أنه المشتبه فيهم معلومين، يعني بمجرد الاطلاع على السجل التجاري أو التجار الذين خولت لهم أنفسهم أنهم هدموا كل ما يمس بالعمارة وبأمن العمارة، هما معلومين لدى السلطات العمومية والسلطات القضائية بالتحديد. يعني كيف الإجراءات تتم؟ أنه بناء على التقرير الذي قام به الـCTC يعني المخبر الوطني فيما يخص الخرسانة، وهو عنده باع في هذه الإجراءات، يتم يعني رجال الضبطية القضائية بناء على ذلك يتم سماع المشتبه فيهم، وبعد ذلك وفي خلال التحقيقات الأولية يعني على مستوى الضبطية القضائية يجب إحالة الملف يعني تحت سلطة وكيل الجمهورية، الذي على حسب ظني لأن الملف ذو خطورة مهمة يعني أنه يتوجه إلى قاضي التحقيق الذي سوف يحدد المسؤوليات.
والمسؤولية هنا تنقسم إلى عدة أقسام، يعني من قام بالتهديم الأجزاء هذه، الذي شارك في التهديم كذلك، حتى الشخص الذي شارك في التهديم حتى وإن كان عامل، يعني أنه كان عليه أن يكون أدرى بأنه يقوم بعمل مجرم قانونا الذي أدى إلى انهيار العمارة ومخالفة أحكام القانونية الخاصة بالتعمير. وبالتالي احنا نعلم انه العام والخاص يعلم انه كما يجب الحصول على رخصة بناء يجب الحصول على رخصة هدم، هذا بغض النظر عن وقائع القضية. وبالتالي نقدر نقول انه قاضي تحقيق يمكن انه عنده عدة تكييفات، يعني الهدم بدون رخصة هذه كأول تهمة واضحة، تحطيم العمد لملك الغير، ويمكن ان تصل العقوبات يعني الى نقدر نقول بعد تكييف وكيل الجمهورية يمكن هذه القضية مطرح حتى جنحة، يمكن أن تروح حتى جناية، ويستغرق التحقيق على ما أظن يقدر يستغرق حتى إلى 6 شهور على مستوى قاضي تحقيق لتبيين المسؤوليات. لأنه على حسب علمي أنه حتى السكان لما كانت خلال الهدم كان بعض السكان ونشتكاوا من هذا التجار الذي قاموا بهدم الأعمدة لأن لخطورة الوضع، لكن رغم ذلك ورغم التحذير من قبل المواطنين الساكنين العمارة استمروا في هدم هذه الأعمدة. هذا الفعل هو أولا نقص وعي هؤلاء الناس، لأنه لو كان عنهم ذرة من الوعي أول شخص متضرر هما كذلك متضررين، يعني بهدم العمارة هدم المحلات بالنتيجة وهدم كل السكنات الموجودة على في العمارة هذه. لكن يصدر إشارة اليوم أن نتحدث لأنه ليست هذه الواقعة الأولى التي حدثت من هذا النوع، يصدر إشارة أنه يمكن مراجعة القانون، وهذا اقتراح من هذا المنبر أنه يمكن أنه نفصل الجانب التجاري، يعني أنه المجال التجاري عن المجال السكني، يعني أن حبذا نكون قوانين وأنه نعزل المحلات، لأنه أغلب الوقائع من هذا النوع تكون بهذه الطريقة، يعني أنه صاحب المحل يريد أن يوسع على نفسه لكن يضر نفسه ويضر الساكنة ويؤدي إلى وقائع خطيرة من هذا النوع. ولولا يعني دائما أكد على ذلك، لولا تدخل وجرأة ولي ولاية بشار لاتخاذ الإجراءات القانونية بأسرع ممكن والإجراءات الاضطرارية لحدث ما يحمد عقبة. طيب سيد أمين بن كراودة، برأيك إلى أي مدى حادثه بشار تسلط الضوء على مدى اهميه الالتزام بالقوانين التي تنص على المنع التام بالمساس بهيكل العمارات والاجزاء المشتركه لها، طبعا وهذا في سياق انها وضمانا لسلامه الارواح والممتلكات؟ والله شوفي، قانون العمران وكل القوانين المرتبطة به في الجزائر نقدر نقول أنه يوجد نصوص قانونية واضحة في هذا المجال، لأنه للحصول قلت لك على رخصة الهدم يجب إجراءات تقنية للحصول على رخصة الهدم. ولو اتخذوا هاد الناس نقولوا مثلا وكانوا بالسذاجة من مكان وتوجهوا بطالب بطريقة مباشرة لما تحصلوا على رخصة الهدم. وبالتالي نقدر نقول أن القانون احنا دائما نوجه أصابع الاتهام للقانون، لكن النصوص القانونية موجودة، لكن للأسف المواطنين في بعض الحالات ومن هذه الحالة أنه لا يحترمون القانون، وبالتالي يجب أن تكون إجراءات يعني إجراءات متابعة صارمة، ويكون درس لكل شخص يخول له القيام أو الارتكاب أو الإقدام على ارتكاب أفعال من هذا النوع. كذلك يجب نقدر نقول أن نقترح من هذا الجانب أنه تكون إجراءات، يعني عندما يبلغ مواطن عندما تكون قضايا من هذا النوع على الجهات المختصة إقليميا خصوصا شرطة العمران أنها تتحرك بسرعة، لأنه عند بداية الهدم نقدر نفتح قوس، احنا ما عندناش كل ملابسة القضية، لكن لو تم إبلاغ شرطة العمران بذلك وتم توقيف يعني هذا الشخص عند حده بتسخيرة من السلطات المخولة يعني المختصة إقليميا، نظن أنه لكنا تفادينا سقوط هذه العمارة.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمين بن كراودة. طبعا نشير فقط إلى أن هذه المعطيات تعتبر معطيات التحقيقات الأولية لتقرير الخبرة الذي كان في عين المكان مباشرة عقب انهيار المبنى، ووقفوا على الأسباب التي أدت إلى انهيار وأثرت بشكل مباشر على سلامة الهيكل الإنشائي، وتسببت في انهيار المبنى المتكون من 4 طوابق بتاريخ 18 أكتوبر 2024. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ أمين بن كراودة، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. شكرا.